السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل اخواتي وحبايبي اللي بيتفرجوا معايا العربية دي. العربية دي يا جماعة اكيد انتوا اول ما شفتوا الفيديو عرفتوها هي ايه. العربية دي نيو تيجوان 2024 ار لاين. يلا بينا نكمل فرجة على العربية. العربية طبعا جاية بشكل هجومي جدا، شكل انسيابي، شكل رياضي، يعني كل التفاصيل بتاع العربية زي ما حضراتكم شايفين هو تفاصيل مكتملة ومنسقة وتفاصيل بتدي لإيحاء التام لأفضل تصميم على مستوى التصميمات اللي موجودة في 2024. صراحة عربية طبعا هي كده كده في الأصل اعتمادية، لكن تحفة تحفة يا جماعة. العربية طبعا عليت، العربية كبرت، أنا كأني واقف قدام بي ام دبليو اكس 5 بجد والله مش هزار. طبعا العربية موجودة معانا في معرض عبد الله اوتو. المعرض موجود في مدينة الشيخ زايد بجوار مسجد الشرطة على المحور مباشرة. اي حد محتاج اي استفسار كلمنا على 011-465-3636. واشكر كل الناس اخواتي وحبايبي اللي دايما بيدعموني وبيقفوا جنبي. بالنسبة للماتيريال يا جماعة، لا تأكد انك انت الفلوس اللي دافعها انت اخد بيها قيمة. زي ما حضراتكم شايفين كده العربية طبعا كاملة كل حاجة، فرش جلد وبانوراما بالكامل. زي ما حضراتكم شايفين شاشة طبعا مفيش اكبر من كده، مش موجودة في البي ام ولا مرسيدس. عربية تحفة، انصح كل واحد بيفكر في انه يجيب عربية اس يو في. طبعا لا غنى انك انت تفكر في العربية دي، ده الفيتيس يا جماعة. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده سوري الفيتيس عشان بس انا طبعا ده الجويستيك خاص بالشاشه، ده الانجن ستارت انجن، ده البارك. طبعا التابلو بقى في العربيه دي واسع جدا، عربيه تحفه تحفه. بانوراما طبعا بالكامل، لازم تيجي تشوفها. طبعا الشنطه تحت 19 قطر، يعني كامله، عربيه فيها امكانيات رهيبه. طبعا هو بس يفتح بس، لا دلع دلع. تنساش عنوان المعرض جنب مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ب6 اكتوبر. فيها طبعا استبن للناس اللي بتحب الاستبن زي ما حضراتكم شايفين. تاتش الشنطة طبعا تاتش. تيجوان حلوة يا جماعة، عالية، خليها في اختياراتك. اشكر كل الناس اللي بتقف جنبي وبتدعمني وبتعمل لي لايك وكومنتات، وكمان بتشير لكل الناس على الفيسبوك على تويتر وعلى انستجرام. كل الناس، انا عايز الناس كلها تتفرج على الفيديو ده. الفيديو ده انا هنشره كذا مره خلال الاسبوع ده علشان الناس يوصلها كل جديد. والمعرض هنا فيه عربيات كتير قوي تقدر تشوفها، هو كانه سوق سيارات. شكرا لكم ولدعمكم، ويا ريت توصلوني 1,000,000 مشترك. يلا بينا.